عليكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الحوت ليوم الاثنين 27 ديسمبر كانون الاول 2021. اليوم ده هيكون مناسب علشان يعزز شراكتكم سواء في مجال الشغل او حتى في عاطفتك، بس ما بينصحكش انك تتمم خطبة او زواج او توقيع عقد تجاري النهاردة. اليوم ده مش في صالحك، الفترة دي سلبية وضغطة جدا، مش هينفعك الا انك تصبر وتكون مرن اكتر. ممكن تتعرض لمضايقات او خلافات كتيرة جدا، فخليك حذر. بالنسبة ليك يا برج الحوت، عاطفيا اليوم ممكن تتسع افاقك الرومانسية اكتر من طريقتك القديمة، سواء كانت فردية او حتى مقترنة. يمكن لشريكك انه يلهمك علشان تلتقي وتستكشف اعماق جديدة فيك. ممكن تكون مهتم بتجربة طرق جديدة في العلاقة، وهتوقظ عقلك وحواسك النهاردة وهتعلم اشياء جديدة عن بعضكم البعض. لو كنت عازب هتفكر في انك تغير نهجك الحالي في المواعدة وتاخد طريق جديد مختلف. لا تدع اللحظة دي تمر عليك من غير شيء. توقعات برج الحوت للرجل، حماسك النهاردة هيكون كبير وهيظهر عليك، لكن ما ترهقش نفسك كتير علشان ما تفقدش حماسك. سحرك وخفة دمك هتجعل كل اللي جميعين بيك منبهرين وهيقدرك كثيرا. اليوم او الفترة الجاية هتكون لديك الكثير من الفرص علشان تحقق مكاسب مادية كبيرة، وهتذكر اجمل نعم الحياة اللي انت بتمر بيها، العلم والتعلم، وابغض نقم الحياة والكسل والجبن. توقعات برج الحوت للمرأة، حضري خططك ونظمي وقتك وما تتردديش في انك تطلبي المساعدة لو احتجتيها، وهيكون كل شيء تمام. وما تضيعيش وقتك بالكلام فقط دون الفعل، ما تستسلميش للكآبة، وحاولي انك ترفهي عن نفسك بالسفر او انك تعملي اي نشاط انت بتحبيه، واستفيدي من الاجواء الهادية اليوم علشان تقومي ببعض الترتيبات في منزلك. توقعات العشرية الأولى مواليد 19 فبراير لواحد مارس، هتجد سهولة كبيرة في انك تتعامل تعامل ايجابي مع الاشخاص في الوقت الحالي، فالكل هيبدو منجذب ليك، وكما ان الاتصالات اللي ممكن يكون لها تأثير ايجابي على مستقبلك هتظهر في كل مكان النهاردة. توقعات العشرية الثانية مواليد 2 مارس ل 10 مارس، بما انك الان بتنضحي بحالة خاصة من القوة والاستقرار، فان الناس هيلجأوا ليك من اجل انك تساعدهم وتدعمهم. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 مارس ل 20 مارس، الوقت هيكون مناسب علشان تكون مع جميع علاقاتك الشخصية سواء كانت جديدة او قديمة، وهتجد عمليات التواصل مع من حولك هتكون ملهمة كتير ليك وغنية بأفكارك الخاصة. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، القمر هيكون في برج الميزان اللطيف التصالحي، ومع ده ممكن يكون شبه مربع مع كوكب الزهرة والمريخ اليوم، وده بيكون ميال على انه نشعر بنفاذ الصبر. ده بيخلق الجانب بيئة متوترة وتنافسية، وهتكون محفزة وهتنشط اعتمادك على كيفية تعاملنا معها، وده بيسلط الضوء على الاختلافات في منهجنا ورغبتنا وحتى احتياجاتنا. ده بيؤدي الى ديناميكية العلاقات المتوترة، ومن الافضل اننا نراقب تحركاتنا. القدر او المزاج او حتى الحركات الاندفاعية اليوم هتكون مهمة جدا. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه مشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم ومعاكم.